بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كلنا يعلم أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لقبه رسول الله عليه الصلاة والسلام بسيف الله، وذلك بعد سرية مؤتة، عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جيش الأمراء فجعل على القوم زيد بن حارثة وأوصاهم إن قتل فعبد الله ابن رواحة، فإن قتل الأول زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة، فإن قتل فتعاوروا فيما بينكم فاختاروا رجلا، فاختار المسلمون بعد مقتل الأمراء اختاروا خالد بن الوليد. وكان حديث الإسلام، قدمه الصحابة على من هو أقدم منه هجرة وإسلاما وسنا، ولكن لابد للمسلمين أن يهتموا بتوظيف القدرات، فقدرات خالد قدرات قتالية عالية. اتفق الصحابة على تأميره فصار هو أميرا للجيش، ورتب الجيش ترتيبا مخالفا كما يقول علماء السير، جعل الميسرة ميمنة والميمنة ميسرة إلى غير ذلك. وكان الروم نحو من 200,000، وابتلوا بقتال المسلمين بلاء شديدا، وصبر المسلمون أمام هذا البحر الهائج من الرومان. فلما فعل ذلك خالد وجعل في خلف الجيش كمينا يثير الرغام التراب، فلما رأى الرومان ذلك فت ذلك في عضدهم ورجعوا مقهورين مهزومين، ورجع المسلمون إلى المدينة. وهناك أقوال أن الرومان خلفوا وراءهم كثيرا من الغنائم والأسلحة، ورجع المسلمون دون أن يهزموا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهذا الكلام ذكرته من قبل، كان في المدينة وأخبر الصحابة بمقتل الأمراء الثلاثة، ثم قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. فالذي أخذ الراية هو خالد، وسمى أو جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام مرجع الجيش إلى المدينة، سماه إيه؟ فتحا، سماه فتحا. فقال عليه الصلاة والسلام: ثم يأخذ الراية سيف من سيوف الله فيفتح الله على يديه. إن أعظم ما أدهشني حقا في هذه الواقعة الفاصلة في تاريخ العسكرية الإسلامية، بل وفي تاريخ المسلمين قاطبة، موقف الأطفال الصغار. عندما عاد جيش المسلمين إلى المدينة استقبلهم الصغار، لم يستقبلوهم بالورود والرياحين، ولم يقولوا لهم حمدا على سلامتكم، ولم يرتمي الأطفال في أحضان أقربائهم، وإنما حثاهم الأطفال بالحصى. جابوا الحصى وقعدوا يضربون هذا الجيش ويقولون لهم: يا فرار يا فرار. سبحان الله، معنى ذلك أنه انغرس في وجدان أطفال الإسلام أن جيش الإسلام لا يقهر. انظر، اليهود يغرسون في نفوس الأطفال اليهود أن جيش الدفاع الإسرائيلي هذا جيش أقوى جيش في العالم وأنه لا يقهر. لا، قهر ذلك الجيش كثيرا، ويكفي أنه مقهور
على يد الفلسطينيين، ويكفي أن الآلة العسكرية لم تستطع أن تنتصر على المسلمين أهل السنة في غزة، يكفي ذلك الأمر، خلفوا نحو من 1500 قتيل وأضعاف ذلك من الجرحى، وتركوا البلدة يبابا خرابا، ولكن لم يحرزوا نصرا نهائيا. إنه جيش شائه ضعيف، إنه جيش قوي أمام الذين ضعفت ديانتهم. أما هؤلاء اليهود فإنهم أحقر من فأر، ولا يمكن لهم أن يصمدوا أمام الأيدي المتوضئة والوجوه التي انحنت لله عز وجل راكعة ساجدة، لا يمكن، لا يمكن. انغرس في وجدان الأطفال المسلمين في المدينة أن جيش الإسلام لا يقهر، وعلامة الظفر أن يأتي الجيش بأسرى الكفار. الجيش كده يأتي كده بالإيه؟ بالأسرى كده، كلينتون وبوش وطوابير طوابير كده، والسلاسل في إيديهم ورقبتهم، وداخلين المدينة وهم أسرى. فلما لم يروا الأسرى وعلامات النصر قالوا لجيش الإسلام يا فرار، ظنوا أنهم فروا من المعركة. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بل هم الكرار إن شاء الله. كان هذا الجيش بقيادة خالد، انتبه، ومعظم ذلك الجيش هو الذي خرج به خالد إلى العراق بعد أن انتهى من قتال المرتدين، ثم خرج بقطعة كبيرة منه إلى الشام. فكان ذلك الجيش بالفعل هو الجيش الكرار الذي يفر من أمامه أعداء الله والرسول. من الأشياء المدهشة أنه في سنة 12 هجرية خاض خالد بن الوليد أكثر من 12 معركة حربية، منهم معارك شهيرة جدا، منهم معارك شهيرة كما سأتي الآن. في سنة واحدة أكثر من 12 معركة، مش 12 عمل عسكري سرية أو استطلاع، لا، 12 ملحمة عسكرية، 12 اشتباك عسكري على أعلى مستوى. طب يا ترى المعارك العسكرية دي 12 معركة كانوا مع الأعراب زي المرتدين؟ لا، كانوا مع مثلا الناس يعني يجرون في الفلاوات والصحارات؟ لا. أمال كانت هذه المعارك مع مين؟ كانت مع الاتحاد السوفيتي، صدقوني، كانت مع روسيا ذلك العصر. نعم، كانت مع روسيا ذلك العصر. كانت هناك دولتان عالميتان، أكبر قوتين عسكريتين في العالم، القوة الأولى الفرس والثانية ليه؟ الروم. فلما انتصرت الروم على الفرس صارت القوة العالمية الأولى هي مين؟ الرومان. والقوة العالمية الثانية هي مين؟ الفرس. يبقى أكبر قوة عالمية عسكرية بعد الروم من الفرس. ولذلك عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخوف ما أخاف عليكم من بني الأصفر، اللي هم مين؟ من الرومان، القوة العسكرية الصليبية العالمية، خشاها رسول الله عليه الصلاة والسلام على أصحابه وأحبابه ودولته. إذن القوة العسكرية الثانية في العالم هي من الروس، قصدي من الفرس اللي هي روس ذلك العصر. طيب، المسلمون يتسلحون بالسلاح البسيط، سلاح بسيط، إنهم أعراب وخرجوا من باتية العرب، والصناعات العسكرية لم تكن معلومة هناك بكثرة، ليس هناك معدات عسكرية متعددة، فالعربي لا يعرف إلا أنواع محددة، السيف والقوس الذي يضرب منه النبل أو السهام، ثم هناك الرمح، ثم هناك الرمح، دي أشهر الأسلحة عند العرب. السيوف العربية تمتاز بأنها قصيرة، قصيرة، والرماح كذلك قصيرة، وبالتالي العربي لا يستطيع أن يلتحم من بعد، عشان يلتحم في قتال لابد يكون إيه؟ قريب جدا. وهذا مناسب لشجاعة العرب،
يعني العربي ما يعرفش يحارب من بعيد، يجري من بعيد ويجري، لا ده لابد يبقى وش وش قدام مين؟ امام غارميه، فالسيوف قصيره والرماح قصيره، وبالتالي الابدان متلاحمه لانهم اهل شجاعه وفروسيه. والعربي يأنف ان هو يضرب واحد وقع من على فرسه، ويأنف ان يفر من معركه، ويأنف ان يقتل جريحا، بيأنف من ذلك. إذن الأعراب هذا تسليحهم وهذه أخلاقهم. خرج الأعراب بهذا السلاح وبهذه الأخلاق التي أطفى عليها الإسلام أبعادا طيبة، خرجوا من الجزيرة ليلاقوا من أكبر قوة عسكرية بعد الرومان، يلاقوا من الفرس. الفرس دول كانوا فين؟ دايما كل دولة عالمية عسكرية بيبقى لها حلفاء، بيبقى لها يا أخوانا حلفاء، وقبل ما بتشتبك مع الدولة العالمية بتشتبك أولا مع مين؟ مع الحلفاء، ودايما هم بيجوا رقم اثنين، يدفعوا دايما الحلفاء للقتال. فكان حلفاء الفرس في العراق، وكانت لهم دولة تسمى بدولة المناذرة وعاصمتها الحيرة، بينما حلفاء الروم في بلاد الشام ولهم دولة تسمى بالغساسنة. يبقى عندنا الغساسنة حلفاء الروم، والمناذرة في العراق حلفاء من الفرس. طيب المسلمين أول ما يخرجوا من الجزيرة هيقابلوا مين؟ سيقابلون حلفاء الدولة الفارسية وحلفاء الدولة الرومانية. ولذلك كان أول اشتباك بعد الخروج من جزيرة العرب أن يشتبك المسلمون مع مين؟ مع المناذرة. طيب الفرس هيسيبوا المسلمين يقاتلوا حلفائهم ولا هيمدوهم بالأسلحة وبالجيوش؟ يعني أمريكا دلوقت لما تشوف في هناك جيش بيحارب حلفائها هتعمل إيه أمريكا؟ عشان تحافظ على مصالحها الحيوية قاتلها الله، بتبدأ تمد حلفائها من الخونة في المنطقة، تمدهم بماذا؟ بالسلاح والمؤن والعتاد والجيوش. وكذلك في الحقيقة بلاد المناذرة كانت بها جيوش فارسية، وبالتالي عندما يتجه خالد إلى بلاد العراق فإنه في الحقيقة سيلاقي جيوش الفرس هناك. 12 أكثر من 12 عمل عسكري ضد القوة العالمية، حتى تتعلموا أيها الشباب أن الإسلام يجعل أصحابه أقوياء ولا يعرفون قوة أمامهم إلا أرغموها. ما فيش قوة تقف أمام المسلمين أبدا، ليس هناك قوة تسمى عالمية ولا دون عالمية، هناك إسلام يقهر غيره. لقد شرفنا الله تعالى بدين، وكتب الله تعالى لأولياء ذلك الدين، كتب لهم أن ينصرهم إن نصروه، وأن يكرمهم إن أكرموا دينه وأعزوه. فلننظر إخوتي ماذا حدث بعد أن انتهى المسلمون من قتال المرتدين في اليمامة. هناك خلاف بين المؤرخين أن قتال اليمامة امتد إلى سنة 12 هجرية، وبعضهم قال انتهى بسنة 11 هجرية، وليس في ذلك إشكال، يمكن أن يكون القتال في سنة 11 وامتد القتال إلى سنة 12، فكانت نهايات المعركة في سنة 12. عندما انتهى خالد رضي الله تعالى عنه من قتال المرتدين في اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب رأس الارتداد في هذه البلاد من بني حنيفة، أمر الصديق خالد بن الوليد أن يتوجه إلى العراق، دائما يا إخواني أي دولة بيكون لها ما يسمى بالعمق الاستراتيجي، ايه العمق الاستراتيجي؟ العمق الاستراتيجي ان الدولة تقدر الاخطار
وتحاول أن تقضي على الأخطار التي على الحدود. ومن هنا كان لابد من القضاء على أخطار الفرس والروم على حدود الدولة الإسلامية، لسيما أن قبائل لخم وجذام قتلوا 70 رجلا من قراء المسلمين، وهؤلاء ينتمون إلى القبائل الشمالية في شمال بلاد الحجاز على مشارف الجزيرة العربية. وقبل ذلك قتل رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام ابن ملحان، قتله رجل ينتمي إلى القبائل التي تتبع الدولة الفارسية. فكان لابد من تأديب هؤلاء القوم لأنهم يمثلون خطرا على المسلمين، خطرا على المسلمين. أقرب الدولتين إلى الجزيرة وألصق الدولتين بعرب الجزيرة الفرس، ولذلك كان قتال الفرس أولا وسابقا لقتال الروم. أول من بادأ الفرس بالقتال بصورة منظمة وبتوجيه من خليفة رسول الله أبي بكر هو سيف الله المسلول خالد ابن الوليد. وهناك روايات أن العلاء ابن الحضرمي سبق خالد وسار بإزاء البحر اللي هو الخليج، وصل إلى مشارف بلاد المناذرة. وأمر الصديق خالدا رضي الله تعالى عنه أن يغير على تلك النواحي وأن يصل إلى العراق وأن يفتحها. وانظر، وأمره أن يتألف الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل، فإن أجابوا وإلا أخذ منهم الجزية، فإن امتنعوا من ذلك قاتلهم. انظر، يبقى أمره أن يكون بالناس متألفا رفيقا، فلا يهجم إلا بعد أن يبذل الدعوة للخلق، فإن أبوا الدعوة فليدفعوا الجزية، فإن امتنعوا عن ذلك فليقاتلهم. وأمره ألا يكره أحدا على المسير معه، لا يكره أحدا على المسير معه، لأنه سيقاتل مين؟ الفرس، دولة عالمية وعسكرية جبارة. الرومان مكثت ما يقرب من 6 قرون تقاتل الفرس، يعني الروم لم تنتصر على الفرس إلا بعد ما يقرب من 600 سنة قتال، ما يقرب من 600 سنة قتال. فالمسلمون كي يقاتلوا هذه الدولة الخطيرة الفرس فلا يخرج أحد لهذا القتال إلا وهو إيه؟ إلا وهو راغب راض. ثم قال له وأمره ألا يستعين بمن ارتد عن الإسلام وإن كان عاد إليه، يعني كل من ارتد عن الإسلام حتى ولو عاد لا يستعين به. وأمره أن يستصحب كل امرئ مر به من المسلمين. هناك قبائل سيمر عليها، فكل قبيلة بها نفر من المسلمين يخرج المسلمون معه في ذلك الجيش. وعندما أمر أبو بكر خالدا أن يتوجه إلى بلاد العراق، شرع أبو بكر رضي الله تعالى عنه في تجهيز السرايا والبعوث والجيوش إمدادا لخالد رضي الله تعالى عنه. ولما خرج خالد من اليمامة إلى العراق فرق جنده 3 فرق، فرق الجيش بتاعه إلى 3 فرق، ولم يحملهم على طريق واحدة، لم يجعل الجيش كله يسير في طريق واحدة. فصرح المثنى والمثنى ابن حارثة الشيباني، هذا قائد فحل من القواد الذين كان لهم جهد عظيم في قتال الفرس، صرح المثنى ابن حارثة قبله بيومين، وصرح عدي ابن حاتم وعاصم ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما
قبله بيوم، وخرج خالد رضي الله تعالى في آخرهم، وواعدهم جميعا مكان يسمى بالحفير ليجتمعوا به ويصادموا عدوهم. نعم، إذن فرق جيشه إلى ثلاث قطع، كل قطع عليها إيه؟ عليها أمير. في هناك قطع عليها المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله تعالى عنه، وقطع عليها عدي ابن حاتم وعاصم ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما، والقطعة الثالثة هو الجيش الذي خرج هو فيه ووعدهم مكان يسمى بالحفير، والحفير في شرق الجزيرة، في شمال شرق الجزيرة قريبا من حدود العراق، وذلك ليجتمع الجيش كله على قتال من صد عن الله وهم الفرس. أما خالد فقد جعل طريقه طريق البصرة، جعل طريقه طريق البصرة رضي الله تعالى عنه، ونزل بقريات من السواد. السواد يقصد بالسواد القرى التي تعتمد على الفلاحة. إذن هنا دخلنا منطقة السواد، السواد يفيش هناك إيه؟ صحراء، وسميت بالسواد لسواد أرضها، الناس يعملون بالفلاحة فالأرض سوداء، بينما ما دون السواد أرض صحراء لأن أرضها إيه؟ صفراء، أرض صفراء أو بيضاء، فأرض قاحلة. أما السواد هي الأرض السوداء التي يزرعها الفلاحون، فلما دخل القريات بالسواد إذن دي بداية إيه؟ العراق، دي بداية العراق. طبعا العراق من أغصب البلاد بعد السودان، العراق من أغصب البلاد بعد السودان العراق. ليه؟ لأن العراق تتفجر فيه الأنهار، فيه نهران دجلة والفرات، سبحان الله، دجلة والفرات، وكل نهر من هذه الأنهار له فروع كثيرة، فالعراق بها مجاري نهرية داخلية كبيرة جدا. نزل خالد رضي الله تعالى عنه بقريات من السواد، وطبعا هناك المؤرخون سموا هذه القريات، وصالح صاحبها جابان، الراجل اللي كان ماسك السواد العراق يسمى جابان، فصالحه بعد أن اشتبك معه خالد وقتل منهم خلقا كثيرا. إذن الفرس في السواد لم يستسلموا لخالد وإنما صادموه وقتلوه، فقاتلهم خالد رضي الله تعالى عنه وقتل منهم خالد خلقا كثيرا، فلما رأوا منه البأس صالحوه، فإنه لا يفل الحديد إلا الإيه؟ إلا الحديد. وكان الذي صالحه ابن صلوبة، كان الذي صالحه ابن صلوبة، وكتب لهم كتابا في ذلك. ثم استمر خالد رضي الله تعالى عنه حتى نزل الحيرة. الحيرة دي عاصمة مين؟ عاصمة المناذرة. فمعنى ذلك أنه بعد هذا الانتصار في بلاد السواد دخل الحيرة، فخرج إليه أشرافها، وكان بينهم مكاتبات، وانتهى الأمر بأن دفع أهلها الجزية، دفع أهلها الجزية. استأنف خالد رضي الله تعالى عنه المسير حتى وصل إلى مكان يسمى فرج الهند، يسمى فرج الهند، مكان من أخطر الأماكن التي يجعلها الفرس قاعدة عسكرية. أيام زمان برضه كان هناك إيه؟ قواعد عسكرية. ما تظنوش إن القواعد العسكرية دي موجودة الأيام دي بس، إن أمريكا لها قواعد هنا وهناك، لا، الفرس كانت لهم قواعد عسكرية في بلاد العرب، ومن أخطر القواعد العسكرية الموجودة في بلاد العراق منطقة تسمى إيه؟ فرج الهندي. بيقول ابن كثير: وكان فرج الهندي أعظم فروج فارس بأسا وأشدها شوكا، يعني كان أعظم قاعدة عسكرية خارج حدود الفرس هذا الحصن أو هذا المكان. وكان صاحبه
مشهور جدا، وكان صاحبه مشهور جدا في العسكرية الفارسية، وهذا رجل الفرس بينسجوا عليه أساطير يسمى هرمز. هرمز دي قائد فارسي خطير جدا، والفرس كادوا أن يعبدوه من دون الله. إن هذا الرجل لا يقهر، جيش فيه هرمز لا يقهر. وكان هرمز مضرب المثل في الخبث والدهاء والتخطيط والتنظيم، كان عقلية جبار. والعرب من شدة خوفهم من البطل الفارسي هرمز كان يقولون أخبث من هرمز، يقال فلان أخبث من هرمز وألأم من هرمز، رجل خطير جدا. هنشوف بقى ماذا فعل خالد بن الوليد بهذا القائد الفارسي الأسطورة، قائد فارسي أسطورة. سنرى الآن. كان صاحب بلاد السواد، وبعد ما عبر بلاد السواد وصل إلى هذه القاعدة العسكرية الفارسية الخطيرة، كان القائد الأعلى للقوات الفارسية في هذه القاعدة العسكرية يسمى إيه؟ هرمز. وكان يحارب العرب في البر والهند في البحر. يعني هرمز ده كان عبارة عن أسطورة، ما فيش جيش إلا قهره، سواء في البر أو فين أو في البحر، حاجة عجيبة. فكتب إليه خالد، خالد كتب إليه كتاب يدعو إلى الإسلام، ويدعو أن احنا يعني بدل ما تحقن، بدل ما يحصل هناك قتال وتسفك دماؤكم، أسلموا تسلموا. كتب إليه خالد بن الوليد كتابا، فبعث هرمز بكتاب خالد هلا بيلة، راح واخده موديه على مين؟ إلى شيرة ابن كسرى. شيرة ابن كسرى وأردشير ابن شيرة، دولة اللي هم الأمراء، أمراء الفرس الكبار بعد الملك. وجمع هرمز، هرمز بقى هو القائد الأعلى للقوات الفارسية في هذه المنطقة، يعتبر هو نائب كسرى، النائب بتاع كسرى، نائب الإمبراطور. جمع هرمز جموعا كثيرة وسار بهم إلى كاظمة. كاظمة دي موجودة الآن قريبة من بغداد. وسار بهم إلى كاظمة وعلى مجنبتيه، المجنبتين اللي هو الايه؟ الميمنة والميسرة. قائد الميمنة قائد أسطوري فارسي يسمى قباذ، والثاني الميسرة يسمى أنوشجان، وهما من بيت الملك، يعني أمراء فارسيين. يبقى القائد الأعلى للجيوش هرمز، والقوات بتاعة الميمنة والميسرة أمراء فرس وناس لهم اسم في العسكرية الفارسية. ولئلا يفر الجيش ويتفرق الجيش، سلسلوا الجنود في سلاسل. طبعا سمعوا عن خالد في قتال الردة وفي السواد إن هو راجل خطير جدا، ويبعث الرعب في قلوب الناس إذا سمعوا باسمه. فقالوا علشان العساكر الفارسية ما تفرش، اربطهم كل 10 عساكر مثلا في سلسلة مثلا. وكان هرمز هذا من أشد الناس طوية وأشدهم كفرا، كان من أخبث الناس وأشدهم كفرا، وكان شريفا في الفرس. احنا عندنا الرجل كل ما بيبقى رتبة أعلى بنديله نجمة، يعني عندنا ملازم، ملازم أول، وبعدين نقيب، وبعدين رائد، فمقدم، فعقيد، فعميد، فلوى، ففريق، ففريق أول، فمشير، إلى غير ذلك. يبقى كل ما بتزيد في الدرجة بنزود لك إيه؟ حاجة على كتفك. هناك عند الفرس كانوا إذا زاد في المقام والدرجة زادوا له في الثياب، يلبس حاجة حلوة شوية. ها؟ فكانت قلنسوة هرمز 100,000، القلنسوة بتاعته، الطاقية بتاعته ديت 100,000، كلما زيد في درجته ورتبته زيد له فيما يلبس، يلبس حاجة فخمة. فالحاجة الفخمة دي حتى القلنسوة كانت بكام؟ 100,000 درهم، حاجة غالية جدا، سبحان الله. وقدم خالد بمن معه. طبعا خالد جاي منين؟ من بلاد اليمام،
وبعدين السواد، وبعدين جاي من قتال، وكل ما يمر في مكان يحصل قتال 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 قتال، فجاي مجهد وجاي على سفر. وقدم خالد بمن معه من الجيش وهم 18,000 جيش المسلمين 18,000، فنزل تجاههم على غير ماء. يبقى الماء كان في جهة السواد، كان في جهة العراق، يبقى الماء كان في جهة الجيش بتاع الفرس، بينما المسلمون نزلوا على غير ماء. فشكى أصحابه ذلك، فقال خالد: جالدوهم حتى تجلوهم عن الماء، فإن الله جاعل الماء لأصبر الطائفتين. فلما استقر المسلمون بالمنزل وهم ركبان على خيولهم، بعث الله سحابة فأمطرتهم حتى صار لهم غدران من ماء، فقوي المسلمون بذلك وفرحوا فرحا شديدا. الأماكن المنخفضة نزل مطر فملأ كل الأماكن دي كلها بالإيه؟ بالمية. شرب المسلمون شرب الخيول، واستبشر المسلمون خيرا بذلك المطر الذي سقاهم الله تعالى إياه. فلما تواجه الصفان وتقاتل الفريقان ترجل هرمز ودعا إلى النزال. نزل على الفرس بتاعه وشال السيف، أنا هرمز من يقاتلني؟ طبعا بقى من اللي يقاتل الداهية ده؟ فترجل خالد وتقدم إلى هرمز فاختلف ضربتين، يا دوب بس ضربتين ثلاثة كده، واحتضنه خالد. السيف بتاعه راح طاير من إيده، راح خالد راح إيه؟ شايله زي ما الواد بيشتال ابنه الصغير كده، احتضنه كده خالد رضي الله تعالى عنه. وجاءت حامية هرمز، القوات الخاصة التي تحمي يعني جبابرة الظلم، القوات الخاصة جت بسرعة عشان تحمي مين؟ هرمز. فما شغله عن قتله، ما تشغلش بهم، هو احتضنه وبقى ده ايه وراح دبحه. جم يجرم كان هو كان خلص عليه. واشتبك المسلمون بالفرس، فلما رأى الفرس ذلك القوة الجبارة بتاعت خالد، اشتاد القائد هو بحضنه كده ويدبح بايد التانية وما يهتمش بالقوات الخاصة ديت، حاجة جبارة. ها انهزم الفرس وركب المسلمون أكتافهم إلى الليل، واستحوذ المسلمون وخالد على أمتعتهم وسلاحهم، فبلغ وقر 1,000 بعير. يا سلام، 1,000 بعير مليان المقاطف والشوك. شوف الجمل يشتال قد إيه، وقر بعير يعني أكتر حاجة يشتالها الجمل، 1,000 بعير. وسميت هذه الغزوة بذات السلاسل لكثرة من سلسل بها من فرسان فارس، وأفلت قباذ وأنوشجان، الأميرين الفارسيين دول اللي كانوا على ميمنة هرمز وميسرته، أفلت من القتل الذريع. ولما تراجع الطلب، طبعا الفرس اتهزموا بيجرم والمسلمين ايه وراهم، بعد فترة نادى خالد في جيشه، نادى خالد بجيشه وناداهم بالرحيل، فسار بالناس وتبعته الأثقال إلى الغنائم التي غنموها، حتى نزل بموضع الجسر الأعظم من البصرة في ذلك اليوم. الجسر الأعظم نزل فيه، وهناك معركة يسمى معركة الجسر سيأتي ذكرها الآن. وبعث بالفتح والبشارة والخمس، الخمس طب الأربع أخماس بيكونوا لمين؟ بتوزع في الجيش، والخمس بيروح لمين؟ للخليفة عشان يجعله في بيت مال المسلمين. إذا من أعظم أسباب الغنى عند المسلمين الإيه؟ الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. وفي حديث أبي ذر: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل. قلت: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. أما هذه الأخماس
فطالما أن إنسانا لا يعرف من قتل فإن هذه الأغنام كلها تجمع في صعيد واحد، يطلع منها الخمس والأربع أخماس توزع على الجيش، الرجل له سهم والفارس له إيه؟ له سهمان. لماذا؟ لأن الخيل في المعركة لها دور لا يقل خطورة عن دور الإيه؟ من يركبها. الفرس ذكي جدا، بيعرف إزاي يقبل وإزاي يدبر وإزاي إن هو يجي جهة اليمين جهة الشمال، فالفرس المدرب للقتال فرس من ذكي، وكثيرا من الأحيان يكون ذلك الفرس عدة لصاحبه في السلم وعند الفرار، في الحرب وعند الفرار. الفرس بيعرف كيف يقدم وكيف يحجم، كيف يقبل وكيف يدبر، كيف يهجم وكيف يرتد وكيف يثير، ده الفرس، ده الفرس. ولذلك هذا الفرس بياخد حظ وياخد سهم حتى يعلف ويغذى ويطبب ويسقى ويعنى بشأنه، لأنه قيمة في حياة الايه الفارس. فالخيل ليس كالحصانة اللي بتجر عربيات الكارو دلوقتي، لا دي مش دي، ده هناك حاجة تانية مختلفة تماما. من الأشياء الطريفة أن خالد رضي الله تعالى عنه بعث بالخمس والبشارة بالفتح مع رجل من الصحابة، وبعث معه فيل، بعث معه فيل. طبعا فيل بقى يدخل المدينة أول مرة، الناس تشوف الفيل، إيه اللي يحصل؟ دايما الإنسان لما يشوف الحاجة لأول مرة بيستهجنها وبيخاف منها. قلت لكم إن ثروة أباظة كان في مقالة بيقول إن أول مرة دخل فيها السينما وأول مرة يشوف فيها فيلم متحرك، الأول ما دخلهم وقعدهم بدأ الفيلم فالقطر داخل المحطة، فظنوا أن القطار سيخرج من الشاشة ليدهمهم، فخرج الناس سراعا وتركوا الكراسي. طبعا دي سذاجة، شوف بقى دلوقتي يبقى الأطفال هذه الأيام. الفيل عندما دخل المدينة، دخل المدينة الفيل، دخل المدينة، فلما رآه نسوة أهل المدينة، النساء في المدينة شافوه، جعلنا يقولن أمن خلق الله هذا أم شيء مصنوع، ده حاجة ربنا خلقها ولا الناس هم اللي صانعين ديت، ايه الحاجة ديت، مش عارفين ده ايه الموضوع ده. فرده خالد رضي الله تعالى عن، لا بتاع الفتنة ده بلاش منه خالص، ورده أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وكانت قلنسوة هرمز كما أسلفت بمئة ألف، وكانت مرصعة بالجوهر، وبعث خالد رضي الله تعالى عنه الأمراء يمينا وشمالا يحاصرون حصونا هنالك، ففتحوها عنوة وصلحة وأخذوا منها أموالا جمة. انظر بقى للجملة الجاية دي، جملة خطيرة في قمة الخطورة. يبقى خالد بن الوليد قتل هرمز، حضنوا وذبحوا، وقتل المسلمون الفرس قتلا ذريعا لأنهم مقاتلون، وأرسل أمراء جنده هنا وهناك يفتحون الحصون سلما أو عنوة، ولم يكن خالد يتعرض للفلاحين ممن لم يقاتل منهم ولا لأولادهم، بل كان يتعرض للمقاتلة من أهل فارس. فهم معنى أي كلام يقولنا؟ يعني خالد لم يقاتل إلا من قاتله، أما المسالمون الذين هم في مهناتهم وصناعاتهم وهم في أراضيهم يزرعون الأرض، لم يتعرض لهم خالد، ولم يتعرض لأزواجهم ولا لأولادهم، وإنما تعرض لمن؟ للفرس الذين كانوا يقاتلون. جملة مهمة جدا. ثم كانت وقعة المدار، وقعة المدار على النهر، على النهر كما قلت لكم. قال ابن جرير: وكان سببها أن هرمز لما كتب إلى أردشير وشيرة بقدوم خالد، أردشير اللي هو مين؟ اللي هو كسرى ذات نفسه. هرمز كتب إلى أردشير اللي هو ملك الفرس،
وكتب إلى شيرة ابن كسرى ابن أردشير، وكتب لهم بقدوم خالد نحوه من اليمامة، بعث إليه كسرى بمدد مع أمير يقال له قارن ابن قريانس. فلم يصل إلى هرمز، طبعا كان في دماغه إن القتال هيستمر عدة أيام أو أسابيع، وفي النهاية هرمز سينتصر فيذهب إلى الهرمز وقد انتهى من أمر خالد. ولم يدري بخلدهم أن خالد قضى على الجيش الفارسي في أقل من نهار، عدة ساعات، وخالد قضى على الجيش الفارسي تماما قضى عليه تماما. وهرمز قتل، والأمراء الكبار قتلوا أو فروا. أتى هذا الأمير اللي هو قارن، فلم يصل إلى هرمز، والذين فروا من أمام خالد تلقاهم قارن فالتفوا عليه فتذامروا واتفقوا على العود إلى خالد. قالوا خلاص، الناس اللي فروا من أمام خالد كانوا مع هرمز وفروا من أمام خالد، قابلهم مين؟ قارن. قال لهم انتوا جايين منين؟ قالوا لقد هزمنا على يد خالد، فالتفوا حول قارن والغيظ يأكل أكبادهم، عاوزين ياخدوا بالإيه؟ بالطار. فساروا إلى موضع يقال له المذار، المذار بالعراق، وعلى مجنبتي قارن قباد وأنوشجان، نفس الأميرين اللي في المرة اللي فات، قباد وأنوشجان. فلما انتهى الخبر إلى خالد، يعني كلمة انتهى الخبر معناها إيه؟ إن هناك مخابرات عسكرية إسلامية بتجري هنا وهناك وبتجمع الأخبار وبتوديها أول بأول لمين؟ لخالد. إذن هناك مخابرات، هناك استطلاع عسكري ودقيق وصارم بينقل الأخبار في التو واللحظة إلى القيادة العسكرية. خالد وصلت له هذه الأخبار، قسم خالد رضي الله تعالى عنه ما كان معه من غنائم، وأرسل إلى الصديق بخبره مع الوليد ابن عقبة، وسار خالد. يعني خالد قال، بعت لأبي بكر قال له إن جيشا قد خرج وإني سأتوجه لقتالهم، وأرسل ذلك إلى أبي بكر. وسار خالد بمن معه من الجيوش حتى نزل على المذار، وهو على تعبئته. الشيء المدهش يا إخوتي إن خالد بن الوليد عندما ينتقل من بلد إلى بلد أو من معركة إلى معركة، الجيش كله ينتقل بالتعبئة. يعني إيه كلمة بالتعبئة؟ يعني الجيش كله بينتقل على وضع القتال، النظام والترتيب والكراديس والصفوف والألوية، والأول الفرسان، وبعدين بعد كده الفرسان ضارب السهام، وبعد كده بتوع الرماح، وبعدين كده السيوف الطويلة، وبعدين السيوف القصيرة، ها بالترتيب. يعني خالد يتحرك بالجيش والجيش كله على أوبة الاستعداد، يلبسون الحديد ويحملون السلاح. طبعا ده هذا الأمر معناه أن المسلمين على درجة عالية من الاستعداد، مفيش حاجة اسمها نوم. الصحابة دول اجتهدوا اجتهادا عظيما إن هو ينتقل من بلد إلى بلد ويسير عشرات الكيلوات بهذه التعبئة وبهذا التسليح وبهذا النظام، سبحان الله. فاقتتلوا قتال حنق وحفيظة. يبقى أول ما وصل لخالد مش لسه بقى ينظم الجيش ويرتب الصفوف، لا، فأول ما وصل على طول القتال إيه؟ الشبك على طول وحدثت الملحمة. وخرج قارن يدعو إلى البراز، من يبارز؟ مصيبته تقيلة، ما يعرفش أن حتفه على يد سيف الله ورسوله، نعم لا يعرف ذلك. فبرز إليه خالد وابتدره الشجعان من الأمراء، فقتل معقل ابن الأعشى ابن النباذ قارنا، وقتل عدي بن حاتم قباذ، وقتل عاصم أنوشجان، وفرت الفرس وركبهم المسلمون في ظهورهم، فقتلوا منهم يومئذ 30,000،
وعرك كثير منهم في الأنهار والمياه. طبعا بلاد العراق كلها مليان أنهار، 30,000 اتقتلوا بس في ساحة المعركة، غير بقى الذين قتلوا في الأنهار والبحار. وأقام خالد بالمذار وسلم الأسلاب إلى من قتل. إيه معنى كلمة الأسلاب إلى من قتل؟ طبعا فلان قتل فلانا، يبقى طالما أنا عارف أنا قتلت مين يبقى أخذ إيه؟ السلب بتاعه، أخذ السيف والسلاح واللباس بتاعه، ولو كان معه مجوهرات أو فلوس أو مثلا له زوجة أو له جواري، ده كله يبقى من نصيبي. ليه؟ لأن كان ممكن هو إيه؟ يقتلني، كان ممكن هو يقتلني، فطالما أنا قتلته إذا كل ما يملكه يقع في نصيبي أنا، يقع في نصيبي أنا. طبعا دي قوانين عسكرية معلومة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله إيه؟ فله سلبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك القانون، والصحابة لم يفتئتوا قانونا ولم يأتوا بتشريع، بل هم مطبقون لسنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعث خالد رضي الله تعالى عنه، طبعا وجمع الغنائم وخمسها، وبعث بالخمس والبشارة والفتح إلى الصديق مع السعيد بن النعمان، وأقام خالد هناك حتى قسم الأربعة أخماس وسبى ذراري من حصره من المقاتلة دون الفلاحين، فإنه أقرهم على الجزية. إذا المسالمين لا يقتلون بل يدفعون الجزية. من الجميل في غزوة أو في معركة الجسر، في معركة المذار، ممن سبوا في هذه المعركة حبيب البصري اللي هو أبو مين؟ أبو سعيد اللي هو أبو الحسن البصري، أبوه أبو الحسن البصري، حبيب اللي هو أبو الحسن البصري، وكان نصرانيا، وكذلك أسر أبو زياد مولى المغيرة بن شعبة. ثم أمر خالد رضي الله تعالى عنه على الجندي سعيد بن النعمان وعلى الجزية سويد بن مقرن، الجزية عشان يلمها من الفلاحين والنصارى، وأمره أن ينزل الحفيرة ليجبي إليه الأموال. وأقام خالد يتحسس الأخبار عن الأعداء. ثم كان أمر الولجة بتحريك اللام، معركة جديدة اسمها الولجة أيضا في هذا العام، أيضا في هذا العام. المعركة اللي فاتت ديت اللي هي معركة الجسر أو المذار كانت في شهر صفر، وأيضا معركة الولجة في شهر صفر أيضا، إلى بعدها بإيه؟ بأيام، بعدها بأيام. وكيف كان حال خالد؟ كان على تعبئته التامة. لما انتهى خبر المذار وقتل الأمراء قارن وقباد ونوشروان إلى أردشير، إلى أردشير، بعث أميرا شجاعا يقال له الأنذر، يقال له الأنذر، وكان من أبناء السواد، وأمده بجيش آخر مع أمير يقال له بهمن جاذوي، فساروا حتى بلغوا مكانا يقال له الولجة، فسمع بهم خالد، أخبار وصلت له، فسار بمن معه من الجنود، ووصى من استخلفه هناك بالحذر وقلة الغفلة، بالحذر وقلة الغفلة، مش حد ينام، ولو نام هناك استطلاع، هناك دوريات حراسة، وخلي بالكم وانتبهوا، ده أرض العراق مش أرض جزيرة، والأعداء محيطون بنا من كل جانب، والفرس أهل غدر ومكر، الفرس أهل غدر ومكر دائما، الفرس أهل غدر ومكر، والفرس اللي هم بلاد إيران دلوقت، بلاد إيران كانت تسمى ببلاد الفرس، ولم يتغير هذا الاسم تقريبا إلا سنة 1938، إلا في سنة 1938 عندما صارت الدولة دولة بهلوية، دولة بهلوية، وقادها رضا شاه بهلوي،
فسماها أو قلب اسمها من بلاد فارس إلى بلاد إيه؟ إيران. إذن بلاد إيران هي بلاد الإيه؟ الفرس، والإيرانيون هم الفرس، الإيرانيون هم الفرس. فالفرس أهل مكر وغدر وخيانة وخديعة، فأمر خالد رضي الله تعالى عنه جيوشه بالعراق أن تنتبه وأن تكون على حذر، وأمرهم بالاحتياط وقلة الغفلة. فنازل خالد رضي الله تعالى عنه الأنذر، واجتمع عنده بالولجة، فاقتتلوا قتالا شديدا هو أشد مما قبله، حتى ظن الفريقان أن النصر قد فرغ. قتال شديد جدا، قتال شديد جدا، وكل واحد جاب آخره، حتى ظن كل فريق أن الصبر قد نفد. والسبطأ كان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بيعمل دايما عدة أمور. الأمر الأول الجواسيس المخابرات، وبعدها الاستطلاع، وبعدين الجيش، وبعدين في الآخر كده الجيش بيبقى ماشي على التعبئة، ودايما يخلي جانب الجيش يعني الجانب اليمين وجانب الأيسر يعملوا جناحين يعني مجنحين من بعد، كمين من جهة الأيمن وكمين من جهة الأيسر. العدو بيخش يبقى شمال العدو الكمين الأيمن المسلمين، ومنة العدو هناك الكمين الأيسر بتاع مين؟ بتاع المسلمين. والكمينان لا يخرجان إلا عندما يأتي الإذن لهما، كأن هناك يعني سلاح الإشارة الإسلامي، سلاح الإشارة الإسلامي، كان هناك إشارة يعطيها القائد خالد لسلاح الإشارة، فيبدأ سلاح الإشارة يوصل الإشارة العسكرية إلى الكمائن الموجودة. الإشارة واحد يطلع الكمين رقم واحد، تطلع الفرسان، إشارة رقم اثنين يطلع الكمين رقم اثنين. اقتتل الفريقان قتالا شديدا حتى ظن كل فريق أن الصبر قد فرغ. خلاص في هذا التوقيت بقى اللي الصبر فيه نفد، ايه اللي حصل؟ فما كان إلا يسيرا حتى خرج الكمينان منها هنا ومنها هنا، ففرت صفوف الأعاجم، فأخذهم خالد من أمامهم والكمينان من ورائهم، فلم يعرف رجل منهم مقتل صاحبه، وهرب الأنذر من الوقعة فمات عطشا. انظر بقى للتكتيك العسكري الإسلامي، نحن قد علمنا البشرية كيفية الحرب. عندما سئل، كان هناك قتال شديد جدا بين قائد مارشال بريطاني يسمى منتجومري ومارشال ألماني يسمى روميل. فمنتجومري لما سئل كيف تغلبت على روميل، قال كلمة عجيبة جدا، قال إن هو قرأ تاريخ خالد وحلل كل المعارك التي خاضها خالد، وتعلم منه كيفية الكمين، ونفذه منتجومري. وهناك أربع مجلدات أو خمس مجلدات كتبها المارشال منتجومري، وضمن فيها كثيرا وإشارات لهذا الكلام. يبقى العسكرية الإسلامية التي أبدعت في الفتوحات في بلاد فارس والروم علمت الدنيا قاطبة كيف يكون فن القتال، الاستطلاع والقوات الخاصة وقوات الإشارة والكمين ده كله، والحملة اللي بتشتد المؤن والزاد والمية، هذا كله طبقه المسلمون على أعلى مستوى. وأيضا أقر خالد رضي الله تعالى عنه الفلاحين بالجزية، تركهم وعلى ما هم عليه من فلاحة وزراعة على أن يدفعوا الجزية. ثم كانت وقعة أليس في شهر صفر أيضا، برضت في نفس السنة في نفس الشهر، ثالث معركة في شهر واحد، سبحان الله.
وذلك أن خالد رضي الله تعالى عنه كان قد قتل يوم الولجة طائفة من بكر من وائل. بتوع بكر وائل دول يعني بيقطنوا شمال الجزيرة قريب من بلاد العراق. لما مر بهم خالد وقاتلوه وقاتلهم قتل منهم نفرا ممن كانوا مع الفرس، فاجتمعت عشائرهم وهم أشد حنقا إلى رجل يسمى عبد الأسود العجلي، وكاتبوا الفرس اللي هم العرب النصارى دول كاتبوا الفرس، فأرسل إليهم أردشير اللي هو ملك الفرس جيشا، فاجتمعوا بمكان يقال له أليس. فبينما هم قد نصبوا صماطا فيه طعام يريدون أكله، طبعا قبل قاعدين بقوا في دماغهم بقى أن هم كمان يومين ثلاثة يجي لهم خالد، مش دماغهم أن فيه هناك مخابرات عسكرية واستطلاع إسلامي بيلم المعلومات وبيوصلها في اللحظة. طبعا خالد رضي الله تعالى عنه وصلته المعلومة، إيه اللي عمل؟ مش أنت منوع كده يومين ثلاثة أسبوع نستجم ونستريح والخيل يرتع ويأكل ويستجم؟ لا، إيه اللي حصل؟ اللي حصل فاجأهم خالد رضي الله تعالى عنه حتى نزل وهم على الصماط. يا إلهي، هم بيأكلوا على الصماط، اتلاقوا بقى الجيوش والخيل، الله أكبر، بتبصهم اتلاقوا إيه؟ جيش المسلمين بقيادة خالد. حاجة عجيبة جدا، الرجل ده من أين أتى؟ من أين أتى خالد؟ وكيف تحركت هذه الجيوش؟ وكيف نظمهم؟ وكيف هذب هذه الصفوف؟ لم يدروا أن خالد رضي الله تعالى عنه يتحرك بجيشه وهو إيه؟ على التعبئة الكاملة. ونادى بأعلى صوته، خالد رضي الله تعالى نادى بأعلى صوته بشجعان من الأعراب من قبائل بكر، أين فلان؟ أين فلان؟ أين فلان وأين فلان؟ ناس بقى من قبائل العرب النصارى مشهورين بالشجاعة، لأن كل قبيلة بيبقى فيها طائفة من الفرسان المشهورين بالشجاعة. كل قبيلة قبل الإسلام كان معروف في بلاد اليمن، أشجع بلاد اليمن معد بن يعد كارب، دي كان أشد أهل اليمن شجاعة وكان فارس اليمن، يبقى ده معروف. وهكذا، فناداهم خالد رضي الله تعالى عنه، فلم يخف كلهم تلكوا عنه إلا رجلا يقال له مالك ابن قيس من بني جذرة، فإنه برز إليه، قال له أنا هو برز إليه. فقال له خالد: ما جرأك علي من بينهم وليس فيك وفاء؟ يعني أنت عربي، يعني سيبك من الدين حتى تحالف الفرس وتقاتل تحت اللواء العاجم، أليس فيك وفاء؟ أين نخوة العرب؟ أليس فيك وفاء؟ أين نخوة العرب؟ ما ينفعش أن العرب يجعلوا ولاءهم وقيادتهم للأعاجم، ده مشكلة. من أظرف الأشياء في حرب 48، اليهود أعلنوا الدولة العبرية سنة 48، سريعا اعترفت بهم بريطانيا المجرمة، اعترفت بهم بريطانيا الآثمة الصليبية الكافرة، ثم اعترفت بهم بقية الدول. العرب اجتمع، العرب مصر والأردن والعراق وسوريا، كل العرب اجتمعوا وعملوا جيش اسمه الجيش العربي لقيادة لقتال من؟ لقتال اليهود. المصيبة الثقيلة إن القيادة العليا لهذا الجيش كان قائد مين؟ كان قائد مين؟ جلوب باشا. جلوب ده من ده؟ ده جنرال بريطاني صليبي. بالله عليكم أيها الشباب، ينفع القائد الأعلى للقوات العربية اللي هتقاتل اليهود يكون نصراني صليبي بريطاني؟ ينفع؟ سبحان ربي، سبحان الله، أمر في منتهى العجب. ولذلك يقول لك دي الهزيمة كانت بسبب سوء الأسلحة. لا، لم تكن الهزيمة لسوء الأسلحة، ولكن الهزيمة لأننا لم نوالي الله والرسول، لم ننصر دين الله عز وجل، وجعلنا القيادة لمن؟
للكفرة فهزمنا الله. إذا انهزم الناس 48 لأنهم لم يجعلوا قيادتهم للمسلمين، وإنما جعلوا قيادتهم لغير المسلمين، جعلوا القيادة للكفار. فكيف نجعل القيادة لصليبي ليقاتل اليهود؟ سبحان الله، أمر عجيب جدا. فكانت الهزيمة نكراء، الهزيمة كانت نكراء. الفصيل الوحيد الذي استطاع أن يصمد أمام اليهود، بل استطاع أن يهزم اليهود، وتدخل اليهود لدى الحكومات المعنية لإيقاف ذلك الفصيل، فكانت المكافأة أن هذا الفصيل المسلم الذي هزم اليهود وأجبرهم على التقهقر، كانت المكافأة أن عاد من فلسطين ليمضي السنين العدد في السجون. كان فصيلا من الإخوان، إخوان المسلمين، ده الفصيل الوحيد، لأنهم رفعوا راية لا إله إلا الله، ولم يجعلوا لكافر عليهم سبيلا، بل قاتلوا بأنفسهم. ودي مسألة نتعلمها، نحن نقول الحق ولابد أن نكون منصفين، وكل من قدم شيئا لدين الله لابد أن يحمد عليه، لابد أن يحمد عليه. اللي حصل إن خالد رضي الله تعالى عنه يقول لذلك الفارس العربي، يقول له: ما جرأك علي من بينهم؟ ليس فيك وفاء؟ أليس فيك وفاء؟ فضربه خالد فقتله. زي ما انت كده تضرب ايه دبانة كده من اول جولة كده، جولة اول خبطة خبطها راح ايه، راح مطير رقبته. ونفرت الاعاجم عن الطعام، الله، جيش قدامهم ورجل اتقتل هكلم، نفروا عن الطعام وقاموا الى السلاح، فاقتتلوا قتالا شديدا جدا، وهم يرقبون قدوم بهما مددا من جهة الملك اليهم. هما طبعا كانوا منتظرين ان ايه، ان بهمن اللي بعته اردشير يكون مددا اليهم، ولكن اللي حصل ان خالد ايه عاجلهم، فاجاهم قبل ان يصل اليهم المدد. دائما لابد ان تكون صاحب همة، اياك ان تؤخر عملا الى غدك، اياك. خالد بن الوليد كان صاحب همة، كان صاحب همة، كان صاحب همة عالية. يقال كان لا ينام إلا قليلا، خالد رضي الله تعالى عنه. وصاحب الهمم هم الذين يكتب لهم الخلود، إذا أراد الله عز وجل لأحد الخلود، النبي عليه الصلاة والسلام إمام الهمة ورأسها، وليس أحد مثله، بل أصحاب الهمم دونه بكثير، دونهم بكثير. وكذلك كل من عظمت همته كتب له من الحظ، كتب له من الخير حظا، وكتب له من التوفيق نصيبا. يقال بأن نابليون كان إذا أراد أن ينام كان ينام على ظهر المراسلة بتاعته، كل ضابط بيبقى له مراسلة عسكري كده، فكان نابليون كان العسكري اللي بيخدمه يجعله أمامه على الفرس، فإذا أراد أن ينام وضع رأسه على ظهره فنام، ما ينامش، ما بينامش. ويقال وكذلك كانت التتر، التتر كانوا لا ينامون إلا على ظهور الخيل، كانوا لا ينامون على ظهور الخيل. أمر عجيب جدا، همة عالية جدا، همة عالية جدا، سبحان الله. وصبر المسلمون صبرا بليغا، وقال خالد: اللهم لك علي. شوف النذر الجميل الحلو، النذر ده ضاع هذه الأيام، مش بنقدر عليه خلاص. اللهم لك علي إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدا أقدر عليه حتى أجري نهرهم بدمائهم. يعني الله نذري عليك يا رب، لو أنت نصرتنا عليهم ما نقتلش، نمسكهم أسرى، ولما نمسكهم أسرى نذبحهم في ذلك النهر حتى يجري النهر بدمائهم. ثم إن الله عز وجل منح المسلمين أكتافهم، فنادى منادي خالد: الأسرى، الأسرى أي عليكم بالأسر، فلا تقتلوا أحدا، فلا تقتلوا إلا من امتنع من الأسر. تعال يا جدع، أنت
تعال حط كلبشات في ايديك، يقول لا مش وضع كلبشات في ايدي، مش وقت بقى، يلا بالسلام. الا من امتنع من الاسر فاقبلت الخيول بهم افواجا يساقون سوقا، وقد وكل خالد بهم رجالا يضربون اعناقهم في النهر، ثم صرف ماء النهر وجرى النهر بدمائهم، فجرى النهر بدمائهم، فسمي ذلك النهر بنهر الدم. وبلغ عدد القتلى 70,000، عدد القتلى من الفرس ومن والاهم من العرب كانوا 70,000. يبقى لو عدد كده عدد الفرس الذين قتلوا في شهر صفر بس 70,000، وقبل كده 30,000، وقبل كده مش عارف بين 20,000 أو 30,000، يبقى في شهر واحد كام؟ يجي 130,000. يا إلهي، فالواحد لو قعد يضرب فيهم بس بعصايه مش بسيف ايده تخدل. سبحان الله، انها قوة الإسلام وبأس المسلمين. ولما هزم خالد الجيش ورجع، دي تأصيل جميل جدا لمصطلح موجود عند الناس في الطعام اللي هو مصطلح الرؤاء. عارفين كده الرؤاء؟ عارفين يا اخوانا؟ عارفين الرؤاء؟ طيب نشوف الرؤاء ده ايه اصله في بلاد العرب يعني. لما هزم خالد الجيش ورجع من رجع من الناس، عدل خالد الى الطعام. طبعا الصمت، الصمت ده اللي هو المائده عليها بقى اكل كتير جدا، ما الناس ما كلوش. الصمت محطوط عليه الاكل زي ما هو. عدل خالد الى الطعام الذي كانوا قد وضعوه لياكلوه، فقال المسلمين هذا نفل، اي هذا يعني رزقناه، هذا شيء رزقه الله تعالى ايانا من غير حرب، انزلوا. فجعل المسلمون ياكلون فاكلوا عشاء، وقد جعل الاعاجم على طعامهم مرققا كثيرا. طبعا العرب ما يعرفوش العيش المرقق ده، فجعل من يراه من اهل الباديه من الاعراب يقولون ما هذه رقع؟ رقع اللي هي الايه؟ الرقع بيظنوها التي ترقى بها الثياب. ما هذه الرقع؟ الرقعه ديت ايه ديت؟ دول العرب يحسبونها ثيابا، فيقول لهم من يعرف ذلك من اهل الارياف والمدن، اهل الحواضر يعني، اما سمعتم رقيق العيش؟ قالوا بلى. قالوا فهذا رقيق العيش، فسموه يومئذ رقاقا، وانما كانت العرب تسميه العود. يبقى العود كانت تسمي الخبز الرقيق، كانت تسميه الايه؟ العود. فلما نزلوا الى ذلك الطعام الذي صنعه الفرس، فوجدوا الخبز رقيقا فسموه ايه؟ رقاقا. ومن ذلك سمي رقاق ايه؟ رقاقا. دي معلومه مؤصله وذكرها ابن كثير في تاريخه، فدي شيء لطيف يفيد في ماده الحضاره لمن كان له شغف بذلك الامر. وقسم خالد رضي الله تعالى عنه الغنائم بين جنده، وبعث خالد إلى الصديق بالبشارة والفتح والخمس من الأموال والسبي مع رجل يقال له جندل من بني عجل، وكان دليلا صارما، دليلا صارما أي يعرف الطرق باقتدار. فلما بلغ الصديق الرسالة وأدى الأمانة أثنى عليه وأجازه جارية من السبي. وقال الصديق رضي الله تعالى عنه يا معشر قريش، إن أسدكم، أسدكم اللي هو مين؟ خالد رضي الله تعالى عنه، قد عدا على الأسد. الأسد اللي هو مين؟ أردشير. الأسد اللي هو أردشير، فغلبه على خراذيله. الخراذيل اللي هي قطع اللحم التي يأكل الأسد، جزئين أسود، أسد قوي جدا وأسد ضعيف. وضعنا اللحم، الأسد الضعيف يجي يقترب من اللحم، الأسد القوي يقوم ضربه يقوم قلبه ويأكل هو الإيه؟ اللحم. إن أسدكم قد عدا على الأسد اللي هو الأسد الفارسي، فغلبه على خراذيله. نسأل الله تعالى أن يجعل من المسلمين أسودا كخالد رضي الله تعالى عنه، حتى نغالب الضباع على خراذيلها فنحتاز هذه الخراذيل.
ثم قال خالد: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. ثم جرت أمور كثيرة متعددة. خالد الوليد رضي الله تعالى أرسل بقى سرايا وبعوث وقتال هنا هناك، حاجات كثيرة، وهو مع ذلك لا يكل ولا يمل ولا يهن ولا يحزن، بل يزيد كماله في قوة وصرامة وشدة وشهامة. ومثل هذا، يعني مثل هذا الرجل مع شدته وصرامته وهديه وقوته وصلابته وفروسيته وجلده وهمته، مثل ذلك إنما خلقه الله عزا للإسلام وأهله، وذلا للكفر، وذلا للكفر. يعني ربنا عز وجل بيخلق أناس بيجعلهم عز للإسلام وذل للكفر والكافرين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا عز للإسلام، نحن وجميع إخواننا والسامعين، أن يجعلنا عز الإسلام وأن يجعلنا ذلا للكفر والكافرين. نكتفي بذلك إن شاء الله حتى نطيل، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على الحبيب النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هناك